انضم النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر المعسكر الفريق المقام بالقاهرة استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما 16 يونيو الجاري في الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. معسكر المنتخب الأولمبي انطلق استعدادا لمواجهتي كوت ديفوار الوديتين في يونيو الجاري في ضوء التحضير للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر لها يوليو وأغسطس المقبلين في باريس. واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على أداء مباراتين وديتين مع منتخب كوت ديفوار يوم 7 و11 يونيو المقبل. فريق مودرن فيوتشر تأهل لدور 16 لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق بترول أسيوط بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام في دور ال 32 لبطولة كأس مصر. فريق فاركو نجح في الفوز على الوسطى بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعت الفريقين على ملعب الماكس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر في إطار مواجهات دور 32 من البطولة. فريق إنبي تأهل لدور 16 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على النجوم بنتيجة 1-0 في مباراة لجمعتهم على استاد بتروسبور ضمن منافسات دور 32. أحمد حمدي لاعب وسط فريق نادي الزمالك يتوجه لألمانيا لإجراء جراحات الرباط الصليبي تحت إشراف أطباء متخصصين ليعود سريعا للمشاركة مع الفريق الأبيض في أقرب وقت بعدما ينتهي من برنامجه التأهيلي. مجلس إدارة النادي الأهلي عقد اجتماع بمقر الأهلي بالجزيرة لمناقشة العديد من الملفات المهمة اللي بتخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة. وبعد الجلسة اعتمد المجلس قرار لجنة التخطيط بتعيين شادي محمد مديرا لجهاز الكرة النسائية بالنادي. فريق رجال كرة اليد بنادي الزمالك تأهل إلى الدور النهائي لبطولة كأس مصر ده بعد فوزه على البنك الأهلي في المباراة اللي جمعتهم على صالة تحيا مصر بمدينة السادس من أكتوبر وده ضمن مباريات الدور نصف النهائي. وفاز فريق يد الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 28-19. فريق رجال كرة اليد بنادي سبورتنج فاز على سموحة بنتيجة 27-30 في نصف النهائي ليتأهل إلى مباراة تحديد البطل ويلتقي الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر. يوفنتوس قرر انسحاب من بطولة دوري السوبر الأوروبي السوبر ليج وبيضم السوبر ليج أندية ريال مدريد برشلونة ويوفنتوس قبل أن يقرر النادي الإيطالي الانسحاب من المسابقة القارية الجديدة. فاز فريق ريال مدريد الإسباني بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة ال 15 في تاريخه على حساب فريق بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وأحرز داني كارفاخال الهدف الأول للريال في الدقيقة 74 وأضاف البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لباسانتو وشازلي علشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا دينا.